أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: بعض الأئمة والمأمومين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستفتاح مباشرة دون البسملة، فما رأيكم في ذلك؟ وهل صلاتهم صحيحة؟ علما أنهم أيضا لا يقول عند السؤال. يقول أحسن الله إليكم: بعض الأئمة والمأمومين يبدأون بالفاتحة بعد دعاء الاستفتاح مباشرة دون البسملة، فما رأيكم في ذلك؟ وهل صلاتهم صحيحة؟ علما بأنهم لا يذكرون ذلك أيضا حين القيام للركعة الثانية والثالثة والرابعة. لا يذكرون إيه؟ لا يذكرون ذلك. أول شيء يشدرات أنهم ما يقولون بسم الله، لأن بسم الله تقال في السر، ما يجهر بها، أنت ما تدري عنهم، يقولونها وأنت ما تسمعهم. ثانيا، لو فرض أنهم ما قالوها صلاتهم صحيحة، لأن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، ليست من آيات الفاتحة، وإنما هي آية مستقلة من القرآن تقال قبل السور ما عدا براءة، فهي آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا غيرها، فلا يضر إذا الإنسان تركها. نعم، إلا على رأي من يرى، لأن فيه من العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة، آية من الفاتحة، فعلى هذا لا تصح الصلاة. نعم.